طلاب أولى ثانوي الأعزاء، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة تعتبر مهمة جدا، سواء من المقدمة اللي أنا هقولها وسواء الملاحظات اللي هنتكلم عليها في الدرس، وسواء طبعا الامتحان البسيط اللي هو عبارة عن 10 أسئلة سريعة هناخدهم في آخر الحلقة إن شاء الله. أقول لك طبعا ده الجزء الأول، وإن شاء الله بإذن الله هيكون لنا جزء تاني هنتكلم عن ملاحظات برضو خاصة بالوحدة الأولى والتانية، وفي امتحان تاني إن شاء الله، فحاول إن أنت تتابع معايا. ولو ما تابعتش طبعا أنا شرحت الوحدة السابعة والوحدة التامنة، وإن شاء الله هشرح لك الوحدة التاسعة، فحاول إن أنت تتابع معايا، ويا ريت ورقة وقلم، وحاول إن أنت تدون الملاحظات المهمة اللي أنا هقول لك عليها. إبراهيموفيتش في آخر حوار لي في الإمارات قال جملة عظيمة جدا: Like we train is the way we play the game. Like we trained is the way we play the game. وأضاف أيضا: How you train is how you play. في الحقيقة طبعا الجملة دي انت محتاج تسمعها وتطوع نفسك عشان تعمل بيها. خلينا متفقين في البداية ان مفيش نجاح بطريقة سهلة، وانك عشان توصل لهدف معين فانت بتبدأ نفسك من دلوقتي تعد نفسك للهدف ده. وفي الحقيقة طبعا مفيش حاجة اسمها فشل طالما ما زلت بتحاول، اسمها إعادة محاولة. وانا هنا طبعا مش هفضل احكي لك عن قصص الناس اللي نجحت وقصص الناس اللي فشلت واستمرت مرة أخرى، لأن أنت عارف القصص دي أكتر. كلنا رسائل ورسل في حياة بعض، بتتعلم من خطأي أو أنا بتعلم من الحاجات الصح اللي أنا عملتها وبنقلها لك. ما تفوتش فرصة أن أنت تتعلم حاجة مفيدة، لأن الفرصة ضاعت عليك ساعتها هتندم ندم عمرك. أنت حاليا في أولى ثانوي، فترة إعداد وترتيب لمرحلة أكبر، تدرب الآن وعينك على الهدف النهائي اللي هتوصل له بعدين. وافتكر والله كل شيء عليك، يعتبر عليك 70%، أما نسبة 30% فهي بتكون على الشخص الجايد اللي هو بيوجهك للحاجة الصحيحة أو الوجهة الصحيحة، ولكن أنت اللي عليك الشغل الأكبر. فربنا طبعا يوفقكم في الهدف بتاعكم، ونحاول إن احنا نتمرن دلوقتي عشان خاطر فترة بعدين. هنتكلم طبعا النهاردة عن ملاحظات مهمة بخصوص الوحدة رقم 7 والوحدة رقم 8، فحاول أنت تكتب معايا الملاحظات دي وهناخد اختبار بسيط مع بعض. فما تنساش بالله عليك كوباية شاي كده، وتحاول أنت تركز معايا عشان خاطر الملاحظات دي مهمة جدا، وياريت أنت تعمل لايك للفيديو واكتب أي كومنت عشان خاطر ده بيفيد إن الفيديو ينتشر، وحاجة بتفيدنا احنا لتقديم المزيد. هنتكلم في البداية مع بعض، يمكن الدرس الأول بتاع ماست وشود وهكذا، يمكن احنا في جزئية ما تكلمناش عنها اللي هي طرق مختلفة لإعطاء النصيحة. هنتكلم على أول طريقة اللي هي you ought to أو you ought not to، سواء نفي وسواء إثبات، اللي هي تيجي معنا يجب عليك ان انت تعمل حاجة معينة أو لما أدي نصيحة لحد. رقم 2، احفظ الاكسبريشنز دي جامد. It's better to. طبعا better تعتبر هنا صفة بمعنى الأفضل، أو it's better not to. تمام. طيب it's desirable to، كلمة desirable هو مرغوب فيه. تمام، desirable هتجي من كلمة desire اللي هي الرغبة. it's desirable not to. طيب وناخد it's advisable، منصوح أو حاجة برجحها لك طبعا إن أنت تعمل، أو not to في النفي بتاعها. I advise you to. أنا بنصحك إن أنت تعمل الحاجة، بس خلي بالك بقى إن advise لو عايزين نحولها إلى اسم بتبقى بالسي، my advice to you اللي هي نصيحتي ليك، اللي هي جت تحت my advice. طبعا سوري، هنا مكتوبة بالاس، هي المفروض بالسي. is to، أو my advice to you is to تعمل حاجة معينة، أو is not to. أوكي. طيب I أو it would be sensible، كلمة sensible يعني حكيم، من الحكمة أو حاجة حكيمة هتكون إن أنت تعمل حاجة الفلانية، أو insensible اللي هو حاجة مش حكيمة. يبقى كل الطرق دي بتستخدم طبعا لإعطاء النصيحة، فركز فيهم واحفظهم وبص فيهم كده بصة عشان تتعود عليهم. طيب ناخد بقى طرق المنع والتحذير، إن أنت تقول لحد ما ينفعش تعمل حاجة. أول حاجة بقى not allowed to. allowed اللي هو يسمح، و allowed اللي هو مسموح، يعني not allowed يعني غير مسموح. طيب against the law، ضد القانون، كل الحاجات دي في الغالب بتساوي mustn't، يبقى against the law اللي هو ضد القانون. بعدين not permitted to، مش برضو مسموح لك ان انت تعمل حاجة معينة، طرق من او طريقة من طرق المنع.
It's banned, banned too. Banned اللي هو برضو طريقة من طرق المنع. وخلي بالك برضو اني بقول لك انا عملت لك banned. Banned يعني حظر او منعتك من حاجة معينة. Banned from Z-I-N-G. It's prohibited to. It's prohibited to. وعندي prohibited from ING. يبقى لاحظ هنا لو في عندك from او هنا في from اضيف بعدها ING. طيب it's forbidden. Forbidden محرم عليك وilegal اللي هو غير شرعي او غير جائز. المهم كل الحاجات دي بتساوي mustn't, يعني في الغالب ان انا بمنعك من حاجة او بحذرك من حاجة شديدة. تمام, فركز عليهم كده واقرأهم وحاول ان انت تحفظهم عشان خاطر الموضوع يكون بالنسبة لك سهل. بعدين عندك forbidden from. طبعا زي ما قلت لك from لو جات عندك ING فيهم كل خلاص. طيب ملاحظات عامة بقى خلي بالك منها بالله عليك. ان عندي help ممكن تستخدم مع المصدر او to والمصدر عادي جدا. ممكن نقول help to do او help do على طول فعل في المصدر. خلاص ركز بقى معايا في حتة help, يبقى يا اما مصدر يا اما to والمصدر. بس ركز بقى ان احنا لما نيجي نقول يساعد في حاجة معينة اقولك help with, help with. طيب بعدها بيجي الاسم اللي انت بتساعد عشانه فيه. يعني مثلا اقول لك my mother helps me with the homework. امي ساعدتني في الواجب المنزلي. او I will help my mother with the housework. او انا اساعد امي في العمل المنزلي. تاخد بالك بقى من كلمة make. make لها معاني, فهناخد المعاني اللي احنا عايزينها النهاردة. طيب في المعلوم, في المعلوم بتيجي بعدها المفعول, والمفعول المشهور طبعا عندنا اللي هو me. اقول make me, make me. وصفة make me happy. make me happy يعني جعلتني سعيد. make me happy. طيب كده معناها يجعل. تمام ركزنا في الحتة دي. يبقى لو جاب عليها me يبقى هنا معلوم عشان ليها مجهول, مجهول لازم هتركز معايا فيه. make me happy جعلني سعيدا. طيب اما بقى لو جي بعدها فعل فكده هيكون معناها يجبر او يجعل. make me do, make me do. خلي بالك بقى لو زادت معانا to هنا هتكون مبنية للمجهول. خلاص to هتكون مبنية للمجهول. طيب كده ركز بالله عليك ان make معنى يجعل, make بمعنى يجبر. يا اما يجي معناها صفة وكده هتبقى يجعل, يا اما يجي معناها فعل وكده معناها يجبر. طيب يا سيدي الشكل التاني بيكون مجهول. هتلاحظ طبعا ان انا بنضيف to. هتقول بقى ميت. بص هنا بقى هنا دي معلومة, هنا دي تعرفها معلومة لان هنا مفيش to قبل الفعل. لكن لو زادت to قبل الفعل يبقى دي مجهولة. مستر احمد made عمر, made عمر write the lesson. لكن بص عمر, عمر اللي هو اجبر, was made to write the lesson. يبقى احنا كده غيرنا الفاعل مكان المفعول وضفنا to يعني هنا مبني المجهول. اكتب الملاحظة دي يعني دي اكتر حفظ. طيب ملاحظة تانية من الحاجات المهمة طبعا ان following ممكن تستخدم كحرف جر بمعنى بعد وبكده هتسوي after. following ممكن تيجي بمعنى حرف جر بعد وتسوي after. ملاحظة مهمة الحاجات دي كلها عملها لك في الامتحانات فركز بالله عليك. خد بالك من التكوين ده the reason that وبعدها جملة وبعدين is so that وجملة تانية. السبب في حاجة هو لكي حاجة تانية معينة. ناخد مثال عشان نفهم. the reason that he works hard. السبب في ان الرجل ده بيعمل بجد is so that لكي he can pass the exam. هو عايز يعدي الامتحان لكي يجتاز الامتحان. يبقى ده اكسبريشن مهم لازم تاخد بالك منه. ندخل بقى مع بعض كده على شوية امتحانات بسيطة عشان خاطر نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. رقم واحد درايفرز ترافيك رولز. ترافيك رولز اللي هي إشارة المرور. درايفرز سائقين. ابعد اي حاجه مبنيه للمجهول. في عندك حاجه بي تصريف ثالث للفعل مجهول على طول يبقى بي تصريف ثالث للفعل بره, بي تصريف ثالث للفعل. must break mustn't break. طبعا الناس ما تنفعش طبعا تعمل حاجه زي كده ف mustn't break. traffic rules كسر الاشارات بتاعه المرور. traffic rules بدانا بيها. اذا انت عايز مجهول اي حاجه معلومه ابعدها. معلوم اهي بره, معلوم اهي بره. طيب must be broken mustn't be broken نفس اللي فوق طبعا هتبقى mustn't be broken.
وقف الفيديو وحل انت، مفيش اي مشاكل. You drive at 130 كيلو بير اور، كيلو بير اور يعني كيلومتر في الساعة. It's illegal. illegal بتسوي ايه؟ so mustn't، غير جائز. فانا طبعا انت مغمض هتروح على مصر بدون النظر لاي حاجة تانية. طيب you park here because the sign says، الاشارة بتقول بقى no parking، no بعدها ing برضو بتسوي مصر، no smoking، no parking، no diving، no اي حاجة، يبقى على طول مصر انت ومغمض، يبقى you mustn't park here. we invite the Aymans. هتلاحظ طبعا أيمن مضاف له اس الملكية. طبعا هنا أول ما تلاقي اسم زي كده تضاف له اس الملكية تعرف إن العيلة، بيكلم العيلة يعني عيلة أيمن. To our party، للحفلة بتاعتنا. They are nice people، هم ناس كويسين جدا، يعني احنا عايزين ندعيهم. فهتلاحظ طبعا إنه كل ما فين فضلت حاجة بس إثبات اللي هو must، يعني يعتبر دعوة قوية جدا. يبقى we must، إحنا لازم، أو نعتبر إن إحنا بنكلم نفسنا، إلزام لنفسنا، ما فيش أي مشاكل، اعتبرها زي ما تعتبرها. ليه بقى؟ لأن أنت لو بصيت للثلاث اختيارات كل ما فين هي مثبتة، هي الاختيار الصح بس. مثال رقم 6، you them yesterday، now دلوقتي it is too late، خلاص too late يعني فات الميعاد زي ما بقول لك يا حبيبي. فهنا يعتبر ندم او بيلوم حد، بلاش ندم خليها لوم، اقول له انت المفروض، المفروض كنت كلمتهم دلوقتي خلاص. يبقى المفروض كنت عملت، يبقى should have تصريف ثالث للفعل. المفروض ما كنتش عملت، يبقى shouldn't have تصريف ثالث للفعل. اذن should have called them، يا ابني المفروض كنت كلمتهم دلوقتي خلاص، يا ابني it is too late، فات الميعاد يا حبيبي. if you want to get high marks، لو عايز تاخد درجات عالية، study hard، ذاكر بجد. it's a، طبعا او ان من علامات الاسم. طب مين يجوز ان هو يكون اسم في دولة؟ احسنت، must تجوز انها تكون اسم، it's a must يعني حاجة ضرورية. you the next project، المشروع اللي بعد كده. before you finished، before you finished the first one completely، يعني عايز اقول له ايه هنا؟ انت المفروض ما كنتش بدأت في المشروع التالي قبل ما تخلص اللي انت اخدته. المفروض ما كنتش عملت، يبقى should ولا shouldn't have تصريف ثالث للفعل. إذن shouldn't have وstarted ahead تصريف الثالث للفعل بتاعها. المفروض ما كنتش بدأت في المشروع ده قبل ما تخلص الأولاني اللي انت خدته. تعبيرات بتاعت ندم، فركز بالله في الحاجة اللي هو طالبها منك. قلت لك وقف الفيديو حل، فكر كويس وبعدين شوفني انا هقول ايه. طيب I am really tired، انا متعب جدا. لا وريلي والله انا رجلي والله جعاني، يعني انا رجلي جعاني جدا. ف وبرضه بنعمل فيديوهات اهو عشان خاطر الناس. يعني قال لك يو بي، طبعا بيكلم بيرد عليه بيقول لك يو نو جت تو بيد ايرليير لاست نايت. هتلاحظ بص كل التعبيرات دي فيها ماضي، يعني كل الحاجات دي هيكون فيها ماضي، يعني الحاجه معناها ان خلاص راحت عليك خلصت يعني. فالواد هو تعبان، فاتنين بيقول له بي او بيد سوري earlier بدري، السرير بدري. المفروض كنت رحت السرير بدري ولا ما كنتش؟ كنت، يبقى should have تصريف ثالث الفعل. طب فين should have تصريف ثالث؟ اهي should have gone، should have gone. انت المفروض كنت رحت السرير بدري، كنت رحت بدري، عشان كده انت ناو tired دلوقتي تعبان، فانا بلومك هنا. سرقة معشرة، it would be no good to go on smoking، go on اللي هو تستمر في التدخين. it would be advisable، طب بص هتلاحظ اثبات اثبات اثبات، sensible better advisable، كل معاني تدل ان انت تعمل حاجه. طب ما ينفعش، انا عايز حاجه من فيا بقى، عايز تدل ان انت ما تعملش حاجه. طب ما فيش نفي، لا في نفي بس انت مش واخد بالك. insensible، sensible يعني حاجه من الحكمه او حكيم، insensible اللي هو غير حكيم.
فهنا insensible هي الاختيار الصح. وبكده طبعا اكون خلصت اول جزء معاكم. في جزء تاني ان شاء الله هنتكلم عن ملاحظات اهم بخصوص قاعدة اف والبدائل بتاعتها، وهنحل مع بعض شوية امثلة زي كده، وهنحل ان شاء الله. فحاول انت تعود ان انت توقف الفيديو تحل المثال الاول بتاعك وبعدين تشوف الملاحظات بتاعتك، ولو اي حاجة معلش حلتها بسرعة او كده فممكن تناقشني فيها تحت، لان ساعة غصب عني يعني من التعب او كده، فممكن ننسى حاجة في كتابة في بتاع، فعذرا يعني كل بني ادم خط. بس انا عايزك بالله ان انت تحل اكتر، يعني زي ما قالك ابراموفيتش انت لازم تعمل تريننج تريننج تريننج، هتلاقي نفسك بقى براكتس ميكس بيرفكت، طورته بجد زي الفل. والأمثلة عموما في الإنجليزي في الغالب بتيجي شبه بعض. افهم طريقة حل المسألة بدل ما حافظك أمثلة وبس، لا انت لازم تحفظ الطريقة بتاعت الحل عشان تمشي على كل مثال. فبالله عليك ركز ركز، لأن الفترة الجاية تعتبر مش فترة سهلة ولا فترة هينة، فمحتاج منك بس ان انت شوية شغل وتشد على نفسك وتشتغل، والدنيا هتبقى بالنسبة لك حلوة وبسيطة وظريفة وخفيفة وكل حاجة فيها ليفة. ف مع بعض ان شاء الله مكملين. ما تنساش طبعا ان انت to be a part of my community، ان انت تكون جزء من الكوميونتي بتاعي، ان انت تعمل لايك للفيديو، ان انت تعمل سبسكرايب للقناة، وتحاول ان انت تكون معي في التعليقات متواصل. دي حاجة بتفرحني جدا طبعا، وبتخلينا احنا نستمر تقديم المزيد. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. see you soon ان شاء الله. see you soon see you soon bye.